الانتخابات هي مسألة بالنسبة للجزائريين مسألة مصيرية ولا بد منها. انتهت تلك الشكوك، تقع أم لا تقع، تنظم أو لا تنظم، المسألة الآن صارت خلفنا. أنا أرى أن أربعة أشياء ضرورية لبناء الدولة الجزائرية: أولاً الثقة، الثانية وهي الكفاءة، الثالث وهو الامتياز العلمي، النقطة الرابعة وهي أساسية وهي النجاعة. فيما يتعلق بالمناظرة التلفزيونية المقترحة من جانب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فيما يتصل بي شخصيا أنا عبرت عن استعدادي لدخول هذه المناظرة. فيما يتعلق بالتاريخ، السلطة اقترحت تاريخ يوم 7 ديسمبر وأن يتم هذا عبر التلفزيون العمومي.